من تنقل المدربين إلى مستويات اللاعبين اللي لما يقرب انتهاء العقد ويبدأ الحديث عن المفاوضات يرتفع إيقاع اللاعب، وتلقى النادي يقول يا ليت اللاعب طول السنة قريب من انتهاء العقد. التقرير التالي يتحدث عن هذا الموضوع. قبل ما يقارب 20 عاما انطلق أنموذج جديد لرقي اللاعب السعودي، الاحتراف، مسمى جميل يحمل معان جذابة ويعني الكثير للاعب السعودي الذي عاش سنوات طويلة في زمن الهواية. تطور الاحتراف يوما بعد يوم وعاما بعد عام إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم، عقود ضخمة، ملايين تضخ سنويا من أجل هذا المدعو بالاحتراف، والنتيجة لا فائدة، ارتفاع في العقود وإهمال في المستويات، والأندية السعودية هي الخاسر الكبير، والمنتخب السعودي هو الخاسر الأكبر. أما لماذا؟ فعند اللاعب السعودي الخبر اليقين، لاعبون يوقعون عقود احترافهم للأندية ثم يغيبون عن الأنظار، فلا مستوى ولا أداء يوحي باستحقاقهم ما تم صرفه لهم. وقبل انتهاء العقد بأشهر فإذا بالمستوى يعود واللمحات الفنية تظهر والنتائج الإيجابية تقف شامخة مستدعية أوراق العقد الجديد إلى حيث المجهول، وبجرة قلم وأكثر من صورة يلتقطها الإعلام، وما هي إلا أيام ويعود هؤلاء اللاعبين إلى العادة القديمة، حيث هبوط المستوى والغياب والحجة إصابة وظروف خاصة، والضحية النادي وجماهيره. عقلية بدأت في الظهور في الآونة الأخيرة أوقدت النار في الهشيم وسار على خطاها العديد من اللاعبين، فخسروا أنفسهم وخسرتهم أنديتهم وخسرتهم أيضاً الكرة السعودية التي لطالما تمنينا لها الارتقاء. فإلى متى عزيزي اللاعب هذا السلوك؟ رفقا بنفسك ورفقا بالأنظمة واللوائح، نتمنى لك عودة لجادة الصواب. أول شيء خلينا نسأل، هذه الظاهرة موجودة؟ تشعرون فيها أن بعض اللاعبين لما يقترب نهاية العقد يرتفع إيقاع؟ لا، لما يحصل على العقد ينخفض مستواه، يمكن نخليها العكس. يعني يتحول الرجل أعمال ما عاد هو بلاعب كرة قدم، إنه مبالغ ضخمة تندفع لهم وبتصبح تفكيره مشتت في أمور خارج الملعب. في أوروبا لما اللاعب يكون عنده مبالغ ضخمة يستلمها سنويا، عنده مدير أعمال، عنده ممكن تكون شركة خاصة تدير أعمال وتولى له كل الأمور هذه، أو حتى يحطها في البنك ويأخذ عليها فوائد، ما عندهم مشكلة حلال وحرام. بالنسبة لنا لا، إذا جاتك فلوس يعني تشغلك، يفكر في تنميتها وفي مشاريع معينة وفي كذا، فينصرف عن كرة القدم. هذا شيء لاحظناه في كثير من اللاعبين. وفيصل، والله في السابق فعلا يعني خاصة كان يستلم اللاعب كامل مقدم عقده كاملا، وخاصة إذا كان العقد الأخير ممكن لا يجتهد، ولكن إذا كان عنده عقد يعني أو تجديد عقد ممكن يتحمس بعضهم. الآن لا، أنا شفت بعض الإدارات اللي أنا شاهدتها، إدارة النصر وإدارة الشباب، يجزوا العقود، ممكن بها أندية أخرى بس هذا اللي شاهدتها، يجزوا العقود على رواتب. الآن يعني اللاعب ما يستلم كامل عقده، وهذه أقرتها، وهذه فكرة من لجنة الاحتراف يعني أنه تأييدها، يعني أنه العقد يجزى على شهر. صحيح أنه بيكون يثقل كاهل النادي في عملية الصرف الشهري، ولكن هي من مصلحة النادي، مصلحة النادي أولا واللاعب برضه، أنه يحافظ على مستواه، لأنه اللاعب إذا قل مستواه فيه شروط وفيه قد ولا في الإصابة، عشان اللاعب ما يأخذ الفلوس ما عاد عنده طموح ويستلقى حطون احتياط بيهتم بشيء. يعني تخيل لاعب مثلا عنده لاعب عنده مشروع ب20 مليون وعنده مباراة بكرة وعنده جلسة أساس أعمال ال20 مليون هذه، بيفكر مباراة ولا بالتشغيل أمواله وتشغيل؟ لا، يفكر في مباراة. شو فيك؟ مكافأة مباراة 3000. أنا يفكر في مباراة ما يفكر في 20 مليون. فاصل.